السلام عليكم. عرفت ولاية البويرة والأسرة الجامعية حادثة أليمة وحزينة راح ضحيتها أستاذة ومربية أجيال، وحسب الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي فقد سبب مساء أمس الخميس حادث مرور أليم وخطير على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية الأصنام شرق ولاية البويرة بوفاة شخصين، إحداهما البالغة من العمر 43 سنة وهي أستاذة جامعية في جامعة الحقوق بجامعة البويرة وشقيقها 40 سنة، وإصابة شخصين آخرين يبلغان 29 و24 سنة، وهذا على إثر اصطدام عنيف بين سيارتين. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى البويرة، ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسة الحادث المميت والذي خلف أسى في المنطقة ولدى الأسرة الجامعية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.